ما هو المقصود بالعدالة الانتقالية التي تلتزم المادة تطبيق الدولة عفوا تطبيق تدابيرها، وبماذا تختلف عن العدالة العادية؟ نعم، هو طبعا العدالة الانتقالية هي أحكام عادة يتم تنظيمها بقانون خاص يسرع عملية تحقيق العدالة وأيضا ملاحقة المجرمين وأيضا يضمن الإعفاء من المسؤولية. يعني مثلا عندنا في القانون الليبي التنازل يكون في بعض الجرائم فقط المرتبطة بالشكوى، أما جرائم الحق العام فلا تسقط بالتنازل، ولكن في الأحكام الانتقالية أو في العدالة الانتقالية عادة يجوز أن يكون هناك تنازل حتى عن الحق العام إذا ما لزم الأمر بداعي تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إذا ما ارتضى المتضرر ذلك. أيضا يضع شروط لذلك في العادة أن يقر الجاني بجريمته وأن يعتذر للمجني عليه وتتدخل الدولة بدفع التعويض بدل ما هو المعتاد أن يقوم المجني عليه هو بتحمل هذا التعويض. هناك عادة تدابير للعدالة الانتقالية تختلف من دولة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى، هذا ما سوف ينص عليه مستقبلا في قانون العدالة الانتقالية المزمع إصداره إذا ما تم اعتماد هذا القانون. هناك بالفعل اليوم قانون للعدالة الانتقالية صادر عن المؤتمر الوطني العام، سبق وأن صدر قانون عن المجلس الانتقالي ثم صدر قانون عن المؤتمر الوطني العام ألغى قانون المجلس الانتقالي وأعاد تنظيم من جديد قانون العدالة الانتقالية وهو الموجود، ولكنه لم يرى النور ولم يدخل حيز التنفيذ ولم تشكل حتى الهيئة الخاصة بتطبيق ذلك القانون. مشروع الدستور هنا نص على أن تكون هناك أن تلتزم الدولة أو هذا التزام على الدولة بتطبيق تدابير العدالة الانتقالية، وهي عادة نوعا ما تكون إجراءاتها أسرع من العدالة العادية لأن المحاكم العادية ربما تأخذ سنوات، أيضا التعامل معها يكون ليس من منطلق تحقيق المصالحة إنما من منطلق تطبيق القانون، وهناك فرق كبير عندما ينطلق القاضي أو من يطبق القانون من منطلق إرساء مبدأ المصالحة أو من منطلق إيقاع الجزاء وتحقيق العدالة على الجناة وتعويض المتضررين، أيضا ينص على وتعويض الأضرار، وبالتالي تلتزم الدولة بتعويض هذه الأضرار التي تعرض إليها المجني عليهم ولا تترك على كاهل من قاموا بهذه الأفعال، لأن عادة لا يكون لديهم الموارد المالية الكافية لتعويض الضرر، وبالتالي تتدخل الدولة وتقوم بجبر هذا الضرر بدلا عن المتسبب فيه. أيضا تهتم بالمساءلة والمحاسبة وفحص حتى المؤسسات، يعني محاسبة من ارتكب تلك الأفعال، قد يكون محاسبة جنائية إذا لم يطبق المعايير الخاصة، لم يتحصل على التنازلات، لم يقم بالاعتذار، لم يعترف بالجريمة، عندها تتم محاسبته ومساءلته. أيضا فحص المؤسسات بإخراج من ارتكبوا تلك الجرائم من المؤسسات سواء كانت عسكرية أو أمنية أو حتى مدنية، وبالتالي كل من ارتكب جريمة من الجرائم التي سوف يحددها قانون العدالة الانتقالية يستبعد من هذه المؤسسات لنوع الجريمة كجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها. أيضا نص في الفقرة الثانية على إنشاء هيئة العدالة الانتقالية وهي التي تطبق قانون العدالة الانتقالية وتتولى وضع السياسات لتنفيذ ذلك القانون، والتصميم كما نص عليه النص تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية. القانون الذي من المفترض أن يصدر يكون فيه برامج أو آليات للعدالة الانتقالية، تقوم الهيئة بتصميم برامج التنفيذية لهذا القانون.